تم اجتماع تقريبا النخبة السياسية في شارع واحد اللي هي شارع المقاومة الآن. اليوم شرعية قيس سعيد تقريبا يستمدها فقط من القوى الصلبة، من المؤسستين الأمنية والعسكرية. كيف تقيم دور هاتين المؤسستين خلال العام ونص الآن من الثورة؟ ماذا يمسك، ماذا بقي من الانقلاب الآن؟ شعبيا يعني في أفضل الحالات، يعني إذا صدقنا المؤسسة التي كونها المنقلب بنفسه والعمل والقانون الانتخابي الذي جرت عليه الانتخابات والذي وضعه المنقلب بنفسه، إذا صدقنا أنه 10% من الشعب التونسي هم مع الانقلاب، فهذا هذه نسبة متوقعة دائما، يعني لا أحد يقول بأنه هناك 100% ضد الانقلاب. فهناك جماعات وظيفية في الحقيقة والت الانقلاب واعطته الدعم، مش حبا فيه وانما كرها في زيد، كرها في الثوره، كرها في النهضه، كرها في طرف من الاطراف، ولكن حجمها كلها مجتمعه، يعني حركه الشعب ومن اليها من القوى المضاده للثوره كلها ما خرجتش على 10%، بما يدل على ان الثوره يعني العشر سنين اللي يسموها سوداء، هذه العشر سنوات يعني تركت رصيدا ثوريا كبيرا، ولم والمشكلات الثورة ما جعلتش غالبية الشعب التونسي، الغالبية المطلقة للشعب التونسي تكره الثورة، عندها مشاكل مع الثورة، عندها كل مرحلة، نحن لا نزال في مرحلة انتقالية، والمراحل الانتقالية في تاريخ الثورات مراحل صعبة. وأنا من هنا يعني وجه النداء للشعب التونسي أنه الصعوبات التي يلاقيها هي صعوبات معقولة، الكلفة، نحن لأن الحرية عندها كلفة، فمن رام الحرية ينبغي أن يكون مستعدا لبذل ثمنها، ليضحي من أجلها. وعندما نقارن التكلفة التي بذلها الشعب التونسي من أجل الحرية ونحن ما نزال الآن نعيش في بقايا أو في رصيد ما خلفته الثورة من رصيد من الحرية، هذا من مثل هذا اللقاء، ما كان يحدث هذا في زمن بن علي مثل هذا اللقاء، ما يتصور بأن تونس عادت للتسعينات، واهم، تونس ما تعودش، لأنه العشر سنوات من الثورة رسخت، تركت أثارا عظيما كتبت في قلوب التوانسة وفي عقولهم أن نحن شعب حر وشعب صنع ماثرة صفق لها العالم كله وأنارت العالم. واخذت تونس جوائز، توجت بجوائز دولية، مش ليس من السهل أن التوانسة ينسوا هذه المكارم وينسوا هذه المآثر ويصدقوا بأنه فعلا أنه نحن عشنا 10 سنوات سوداء، وأنه نحن ينبغي أن نعود الآن إلى ما قبل الثورة. فالذين يرفضون العودة إلى ما قبل 14، ونحن لا ندعو إلى العودة إلى ما قبل 24 هم واهمون، يتصورون هم عادوا إلى ما وراء الوراء، في الحقيقة عادوا إلى ما قبل الثورة، وهذا غير ممكن.